انت ما بتخافيش منهم؟ انت بتقولي كده ليه؟ بلطجيه دي البلطجه مهنه، دول خيالين وجمالين بيشتغلوا في السياحه، واكبر مشكله عندهم دلوقتي مفيش اي سياحه. مش مشكله تاني ساعه عليك النبي يا دكتور، حسن تعبان وجعان. اشمعنى ده بالذات اللي بينزل له قوي كده؟ ثلاثه بس. ده واحد من عيال موقعات الجامعه كان طالع في الفيديوز بتاعت الموقع على اليوتيوب. طب ضرب ضرب. دفعوا لك كام بقى على كده؟ فاكر نفسك الست الطيبه؟ وقف الحال ورقبة العيش اللي اتقطعت في حته كلها كان تمن غباوتي. انتوا كنتوا رايحين ناويين على الشر، انتوا رايحين تضربوا الثوره. ليه ثوره يا استاذ ريم؟ فاهمين في التحريم مش زعلانين من جوزك ولا الخيال زمايله، بس بيكرهوا اللي حرضوهم. انت مالك ملهوف عليه قوي كده ليه؟ يعني انت عايزه تفهميني انك نازله تعليمه مواطنه ومدنيه وقيم الثوره من خلال احتكاكك بواحد من الخيالة بتوع الموقع. جايبه تعمل بيه ايه ده؟ مش انا عليا بلطجي؟ بلطجه بلطجه ناكل عيش. انا عايزه ابني يرجع مدرسته وجوزي يرجع شغله. ولا هي ضروري اعمل لها ثوره يعني؟